أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم. هذه جولة جديدة في ساعة إخبارية جديدة تأتيكم كالمعتاد من القاهرة الإخبارية، نسلط الضوء خلالها على جديد وآخر وأبرز التطورات كما تتابعون. فبدايتنا ستكون مع مواصلة المصريين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في يومهم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024. يأتي ذلك كما هو معلوم أيضا في 137 لجنة فرعية موزعة بمقار البعثات الدبلوماسية في 121 دولة. يتوافد المصريون على مقار السفارات والقنصليات المصرية في الخارج في إطار الحرص الذي أظهروه على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي. سيكون لنا وقفة مع مراسلين الذين سينضمون إلينا تباعا لينقلوا لنا الصورة حيثهم، وبدايتنا ستكون من العاصمة اللبنانية بيروت. أحمد سنجاب مراسلنا سينقل لنا الصورة حيث هو. أحمد، كيف يمضي اليوم الثاني من أيام تصويت المصريين في العاصمة اللبنانية بيروت؟ نعم، تحياتي لك في البداية. بالفعل فتحت السفارة المصرية أبوابها في 9 من صباح اليوم، وكان هناك إقبال كثيف من المواطنين في الساعات الأولى للتصويت، نظرا لأن اليوم هو بداية أيام العطلة الأسبوعية الرسمية في الدولة اللبنانية، اليوم وغدا الأحد. كان هناك إقبال لافت اليوم من فئة الموظفين وأيضا زوجتهم، وكان حضور كثيف إلى مقر السفارة، وأيضا حضر راعي كنيسة الأقباط الكاثوليك في العاصمة اللبنانية بيروت، حضر وأدلى بصوته في هذه الانتخابات، ووجه رسالة إلى كافة أبناء الكنيسة الأقباط المصريين الموجودين في لبنان إلى المشاركة، وأكد أن هناك مشاركة كثيرة وكثيفة من أبناء الطائفة في الانتخابات. في الحقيقة هناك أيضا إجراءات في منتهى السهولة واليسر في السفارة المصرية في بيروت، تجعل عملية التصويت لا تستغرق مدة أقصاها دقيقة واحدة، بدءا من دخول المواطن حاملا بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر يحمل الرقم القومي، والتحقق من صلاحية أو وجوده على سجل الناخبين في قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات عبر أجهزة التابلت التي سلمتها الهيئة الوطنية للانتخابات للسفارة المصرية في بيروت، ثم التوقيع في كشف الحضور وأخذ ورقة التصويت والتعبير عن رأيه خلف ساتر خشبي في هذه المنطقة، ثم التوجه إلى صندوق الإقتراع والإدلاء بصوته في منتهى السهولة واليسر. وبالتالي العمليات تسير بشكل منتظم وشكل سلس، وأيضا هناك استقبال أو ترحيب كبير من المصريين المقيمين في لبنان بسهولة الإجراءات بشكل غير مسبوق عبر كل هذه الأمور الإلكترونية والتسهيلات المقدمة إما من الهيئة الوطنية للانتخابات التي مدت ساعات التصويت على مدار 12 ساعة يوميا تقريبا لمدة 3 أيام، وأيضا من قبل السفارة المصرية التي اتخذت إجراءات في غاية السهولة واليسر لكافة زوار السفارة. أحمد، مسألة الدعم التقني الموزع على مقار السفارات والقنصليات التي تتعامل، وأنت قد أمددتنا مع الزملاء في بيروت بهذه اللقطات التي كانت تعرض للتو، كيف يتم التعامل معها؟ ما هي حدود التيسير التي تتم أو التي أتاحتها هذه الوسائل من وسائل الدعم التكنولوجي الحديثة؟ في الحقيقة أن وسائل الدعم التكنولوجي الحديثة التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات هذا العام في غاية السهولة وفي غاية التسهيل، سواء على السفارة المصرية والقائمين واللجنة الانتخابية الموجودة في السفارة المصرية أو على المواطنين. أجهزة التابلت واستخدامها كان في منتهى اليسر، حيث توضع البطاقة أمام التابلت ويتم قراءتها عبر ماسح إلكتروني يظهر مباشرة، بمجرد وضع البطاقة أمام التابلت تظهر كافة بيانات الناخب والتأكد من وجوده في سجلات وقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى الفور تلقائيا وأوتوماتيكيا يتم تسجيل الحضور في السفارة المصرية في بيروت، ثم يتوجه مباشرة إلى صندوق الاقتراع، وبالتالي العملية باتت في منتهى السهولة واليسر، قضت على الطوابير، على التأخير، على كل الأمور التي كانت قد تعيق بعض اللجان في السابق أو تؤخر عمليات التصويت، وربما هذا الأمر كان مشجعا لكثير من المواطنين الذين رغبوا في قضاء عطلة نهاية الأسبوع أن يبدأوا يومهم بالتوجه إلى مقر السفارة وأداء هذا الاستحقاق وأداء هذا الواجب الوطني والتوجه مباشرة إلى قضاء العطلة. جدير بالذكر أيضا أن هناك عدد كبير من المصريين المقيمين في مناطق بعيدة عن العاصمة
اللبنانية بيروت الذين حضروا أيضا بكثافة صباح اليوم وبالأمس، وهناك أعداد كبيرة أيضا تستعد للوصول إلى السفارة المصرية للمشاركة في الانتخابات. ربما ستكون أو الرسالة الأساسية للمشاركين في هذه الانتخابات أو الأوضاع الإقليمية والظروف التي ربما تكون الدولة اللبنانية ليست بعيدة عن هذه الظروف، كانت حافز كبير جدا لقطاع كبير جدا من المصريين أن يتوجهوا إلى صناديق الإقتراع ويعبروا عن انتمائهم للدولة المصرية وانتمائهم للوطن مصر ودعم الدولة المصرية في هذه المرحلة. أحمد سنجاب مراسلنا على الهواء مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت من أمام اللجنة الفرعية داخل السفارة المصرية في العاصمة اللبنانية، أشكرك شكرا جزيلا. هكذا بدت الصورة في بيروت، ماذا عما يجري في لندن؟ كيف يتوافد المصريون؟ ما الذي اختلف في الصورة التي كانت حاضرة في الأمس في لندن عما هي عليه الآن هناك؟ أبو بكر بشير يجمل لنا المشهد حيث هو. أبو بكر، مقر اللجنة الفرعية للانتخابات داخل السفارة المصرية في لندن، يتوقع اليوم مشاركة أكبر من الناخبين المصريين، وهذا ما لمسناه بالفعل حيث توافد منذ ساعات الصباح عندما فتحت السفارة أبوابها عند 9 صباحا عدد من الناخبين يوازي تقريبا مجموع ما جاء بيوم أمس بالكامل. هذا بالإضافة إلى أننا تواصلنا مع أعداد من المصريين المقيمين خارج العاصمة وجميعهم في الطريق الآن إلى لندن، كل من تواصلنا معه أكد ذلك. أمامهم ساعات ويتوقع وصولهم خلال ساعات النهار، إذن المشاركة أوسع اليوم طبعا، وهذا كان شيء متوقع بحكم أن اليوم السبت هو يوم عطلة رسمية في بريطانيا متبوع بيوم عطلة ويوم غد. بعض الوافدين إلى لندن هم عائلات حقيقة حتى مع أطفالهم، حتى هؤلاء الأطفال ليس لهم الحق في الانتخابات، ولكن العائلة قررت أن تحول هذه الرحلة إلى لندن إلى رحلة بالمعنى الحرفي للكلمة، يمارسون حقهم الانتخابي ثم يقضون يومهم بالكامل في العاصمة ليستمتعوا بأجواء لندن. إذن العملية تسير بسلاسة كبيرة، فعليا الناخب لا يحتاج أكثر من دقيقة واحدة حتى يكون قد أتم العملية الانتخابية. جميع أفراد السفارة موجودون هنا ابتداء من معالي السفير السيد شريف حتى آخر موظف في السفارة، كلهم موجودون هنا لخدمة الناخبين ورد على استفساراتهم. الأمور تسير بسلاسة، تحدثنا مع عدد من الناخبين أكدوا على أن هناك عدة أسباب تدفع كل واحد منهم للمشاركة في الانتخابات، ولكن يبقى أهم سبب أجمع عليه الكثيرون هو أن التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها الدولة المصرية الآن هي دافع وحافز إضافي مهم جدا هو ما يحركهم، حيث أكدوا أن التحديات الاقتصادية مثلا الداخلية هي مسألة سوف يتم حلها قريبا، ولكن التحديات الإقليمية سيكون لنا وقفات متتالية معك أبو بكر فيما يخص توافد الجالية المصرية إلى مقر السفارة في العاصمة لندن، وأين تتركز أو يتركز الشطر الأعظم من أبناء الجالية المصرية في لندن أم في خارجها؟ أشكرك حتى الساعة أبو بكر بشير مراسلنا من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا لك. إلى باريس هذه المرة خالد شقير ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة ليطلعنا على الصورة كيف هي. خالد، وماذا عن سبل التيسير التي أتيحت، وماذا عن حملات التوعية التي كانت ربما في الفضاء الإلكتروني بالنسبة للمصريين في الخارج في العاصمة الفرنسية باريس وفي غيرها من المدن الفرنسية قبل إجراء هذه الانتخابات؟ نعم أحمد، بعد التحية ومن داخل مقر السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس، بحييك كما ترى من خلفي هناك عدد كبير من المصريين الذين يعني أتوا إلى العاصمة الفرنسية باريس من مدن أخرى، من ستراسبور ونانت ومدينة ليل وبعض من المدن القريبة أو الأحياء في العاصمة الفرنسية باريس. الحقيقة أحمد، رغم أن درجات الحرارة تحت الصفر اليوم، لأن هناك عدد كبير من أبناء الجالية المصرية حرصوا على الحضور إلى مقر السفارة. هنا الإجراءات التصويتية بسهولة ويسر، والحقيقة هنا لابد أن نشير بدور السفارة المصرية والسفير علاء يوسف والفريق الذي يعمل معه، وأيضا بعض من الجمعيات المصرية وأيضا التجمعات التي هي تدعم تحركات المصريين
وتيسير الدخول إلى المقر، وهناك أيضا تسهيل لكبار السن. والحقيقة شاهدنا بالأمس عدد كبير جدا من كبار السن وأيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة مصريين أتوا للإدلاء بأصواتهم. نجح اليوم الأول الحقيقة في الحشد في مدينة باريس، وبالرغم من أمطار مدينة مارسيليا بالأمس في القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، لأن كان هناك بعض من المشاركات. اليوم أحمد نستطيع القول أنه يوم السبت، ويوم السبت هناك بعض من الناس يقومون بالعمل فيه، ولكن الأعداد المتوقعة يمكن أن نتوقع أن تزيد عن يوم الأمس، بالرغم من أن يوم الأمس الحقيقة شهد يعني حشدا كبيرا وتواجدا كبيرا من أبناء الجالية المصرية. الملاحظ أحمد أن بالأمس كانت الفرصة هي فقط لكبار السن أكثر، ولكن اليوم بعض من الشباب بدأنا نجد أعداد كبيرة منهم. وبصفة خاصة أحمد أن فرنسا في عدد كبير من الدارسين المصريين ومن الطلبة، وكان هناك امتحانات في الجامعات، واليوم هناك فرصة لحضور هؤلاء الطلبة. وأيضا يوم الغد بالتأكيد سيكون هناك حشد أكبر وأعلى كما جرت العادة. العاصمة الفرنسية باريس كما أشرت أحمد، بالرغم من برودة الجو، هذا ما دفعني أن أكون متواجد داخل اللجنة. الحقيقة يعني حاولت أن أبتعد عن أماكن تواجد الصناديق حتى نتيح الفرصة للمشاركة بكثافة داخل، ولا نعيق حركة العمل داخل يعني مقر اللجنة. ولكن نحن متواجدين أمام على يميني هنا يعني دخول مكان دخول المصوتين. هؤلاء الشباب والكبار والحضور حرصوا على تواجدهم معنا عندما علموا أن القاهرة الإخبارية متواجدة ليقدموا التحية لمصر. لم نقم يعني عمل أي محاولة للتأثير على الناخب كما جرت العادة. هناك 4 مترشحين هم يمارسون حقهم الانتخابي بكل سهولة وبكل يسر. أحمد طيب خالد، يبدو أن الأمر خالد كان ليس فقط مرتبط بالذهاب إلى أداء الواجب كما هو منصوص عليه في الدستور بأداء كل من له الحق في التصويت في أن يصوت، لكن بالنسبة للمصريين في الخارج وكما نتابع معك الصورة، الأمر ليس موقوفا عند دقيقة أو دقيقتين اثنتين سيتم تأدية الواجب الدستوري فيهما، وإنما يبدو أن هناك حالة من الحنين أو الشجن العاطفي المرتبط بالمصريين وعلاقتهم بالوطن في هذا المحفل. إذا كان ذلك واقعيا لديك، فكيف يمكن أن تصيغ أنت المشهد عندك؟ أحمد الحقيقة ما أشاهده وألمسه اليوم له علاقة مباشرة بما حدث على الأرض في مصر في السنوات الأخيرة من تحديات ومن تواجد ومشاريع على الأرض. المصريين يحرصون على المشاركة لأنهم يدركون على أن الوطن في هذه المرحلة هو مستهدف. أيضا لم تغب قضية التعاطف مع غزة والموقف المشرف للقيادة المصرية وللدولة المصرية في هذا الملف، هو دفع كثيرا هؤلاء الشباب من خلفي. والحقيقة أحمد حتى أكون يعني صريحا، الشباب هم يدرك الحقيقة أهمية هذه المرحلة، ولكن الكبار لمحنا في عيونهم الدموع. هم اليوم متواجدين للتصويت ليس لمرشح مصري أو من الأربعة المترشحين، ولكن التصويت لمصر في هذه المرحلة التاريخية في الدولة الحديثة. الحقيقة أحمد المصريين في أوقات الأزمات، وأنا أعيش في وسطهم منذ تقريبا أكثر من ربع قرن، ألمس أنهم عند الأزمات يجتمعون وعند الشدائد يجتمعون. اليوم لا أستطيع أن أتحدث عن استحقاق رئاسي فقط، هناك متابعة طبعا بالفعل من جميع وسائل الإعلام الفرنسية المحلية منها وغيرها من وسائل الإعلام، هذا ما لاحظناه. الحقيقة الجميع أشاد بهذه الجالية المصرية التي من خلفي وعلى رسوم السفير علاء يوسف الذي أكد على أنه أخذ كثير من التحية من السلطات المحلية بأن الجالية المصرية هي جالية مشرفة، يعني ليس لديها الكثير من المشاكل، وهي نموذج يحتذى به. واليوم هو إذا كانوا هم نموذج يحتذى به في الأخلاق داخل المجتمع الفرنسي، واليوم هم نموذج يحتذى به في إدلاء واجبهم الانتخابي. أحمد، سيكون لنا وقفات متتالية معك خالد على مدار ساعات هذا اليوم وصولا إلى تمام 9 ليلا بالتوقيت المحلي للعاصمة الفرنسية باريس، كما هو الحال في أغلب العواصم والمدن التي تستقبل
المواطنين المصريين المقيمين بالخارج. خالد شقير مراسلنا من العاصمة الفرنسية باريس، أشكرك شكرا جزيلا، تابعنا جانبا إذن من هذه الصورة في باريس، ومن قبلها كانت في العاصمة البريطانية لندن، وكنا قد استهللنا هذه الجولة من العاصمة اللبنانية بيروت، وتابعنا هذه الإفادات التي أتت من جانب مراسلين الذين أشاروا إلى الدوافع الوطنية ذات الطابع الوطني الصرف الذي رأى المصريون أنه يحتم عليهم أن يتوجهوا مباشرة لأداء هذا الاستحقاق، وكان ربما ملحوظا تماما أن يتم الإشارة إلى أيام التصويت الثلاثة بالنسبة للمصريين في الخارج في أيام الجمعة والسبت والأحد لكي تصادف في أي من هذه الأيام الثلاثة يوم عطلة رسمي تبعا لرزنامة الإجازات أو العطلات الرسمية في نهاية الأسبوع المعتمدة في كل دولة على حدة، قد يصادف ذلك يوم الجمعة أو السبت، الجمعة فقط، السبت أو الأحد تبعا لاختلاف هذه الدول في اعتماد عطلاتها الرسمية في نهاية الأسبوع، وبالتالي كان هذا أمرا ملحوظا تماما، وربما في هذا كانت الإشارة إلى حتمية تحريض المصريين وإتاحة المجال أمامهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بحسبانه التزاما وطنيا أخلاقيا دستوريا صحيح، لكنه أيضا يحمل جانبا عاطفيا كبيرا بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، كل الذين عاشوا هذه التجارب خارج مصر أو عايشوا أصلا تجارب الإقامة خارج الوطن يدركون تماما مسألة الضغط على الوتر العاطفي، يتحينون أنصاف الفرص للذهاب للتعبير عن ولائهم للوطن، وهذه مسألة مفروغة تماما، لكنها أيضا تكون مرتبطة بإظهار الحب والتقدير، استغلال هذه المحافل، استغلال هذه الفرص للتوجه مباشرة للإشارة إلى الحنين إلى الوطن الذي لم ينقطع حتى لأولئك الذين أمضوا الجانب الأكبر من أعمارهم خارج الوطن، لكن الارتباط بالوطن، الارتباط بقضايا الوطن يبقى أمرا حتميا وأساسيا، لكننا وكما أشرنا سيكون مدفوعا بدوافع الحنين إلى الوطن بالنسبة للمقيمين في الخارج. الآن سنتحول إلى العاصمة السعودية الرياض لنتابع جانبا من الصورة التي أظهرها المصريون في ثاني أيام توجههم إلى السفارة في العاصمة السعودية الرياض. جمال الوصيف مراسلنا ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. جمال، عندما نتحدث عن الرياض نحن نتحدث عن واحدة من بين أكثر الوجهات التي يفترض معها أن تكون كثافة التصويت في أعلى معدلاتها في ثاني أيام التصويت، كيف بدت الصورة لديك؟ بالفعل أحمد، يعني منذ الساعات الأولى من الصباح الباكر لاحظنا وجود عدد كبير من أبناء الجالية المصرية الذين أتوا من خارج الرياض وأيضا من عدد من أحياء الرياض من خلال سيارتهم الخاصة أو عبر حافلات، وقفوا أمام السفارة المصرية في انتظار فتح أبوابها الساعة 9. ربما كان قبل 9 هذا المشهد الذي رصدته كاميرا القاهرة الإخبارية خلال الساعة 8:30 وجود العشرات منهم متواجدين أمام مقر السفارة في انتظار فتح أبوابها للإدلاء بصوتهم. كانت المشاهد المختلفة التي شاهدناها بوجود عدد كبير من الأسر المصرية التي أتت إلى هنا، وربما خلفي في الشاشة كما ترى الأباء والزوجات بالإضافة أيضا إلى أطفال الذين أصروا إلى يعني اصطحاب أبنائهم إلى هذه المشاركة لتوجيه رسالة إلى العالم وتوجيه رسالة وتربية لأبنائهم بأن الوطن لابد أن نقف معه في وقت الأزمات. هذه الوقفة أو هذا الإدلاء بالصوت ليس لشخص فقط ولكنه إلى الوطن. تحدثنا مع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية ومن الأسر الذين أكدوا أنهم خائفون على مستقبل أبنائهم ويرون أن مشاركتهم في هذا الوقت وفي هذا وتحديد مصير مستقبل الوطن، ربما هذا التوقيت تحديدا وظل الظروف وتصاعد الأحداث مؤخرا في المنطقة وفي العالم وتصارع القوى على السيطرة في العالم، يأتي ضمن مخاوف الأسرة المصرية وضمن رغبة الأسرة المصرية في تأمين مستقبل أبنائهم إلى الوصول إلى استقرار ومستقبل يعني محترم إلى أبنائهم. خوف الأسرة المصرية دفعهم إلى المشاركة في العملية الانتخابية وأتوا إلى المملكة العربية السعودية إلى مدينة الرياض أو إلى مدينة جدة عبر مئات الكيلومترات للمشاركة في العملية الانتخابية. رصدنا أيضا سيدة كانت يعني تأتي يعني من ذوي الاحتياجات الخاصة التي شاركت في العملية الانتخابية، كانت تأتي في سيارتها وفي السيارة المجهزة وأصرت النزول على العكاز وعدم ركوب السيارة التي تنقلها إلى مقر اللجنة أو عدم خروج رئيس اللجنة لها إلى المشاركة في الإدلاء الانتخابية خارج اللجان، وأصرت إلى الدخول إلى اللجنة على يعني العكاز لتوجه رسالة إلى كل أم وكل أب من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية وفي العالم للمشاركة وبضرورة القلق في الوضع الحالي لما يحدث في المنطقة، ربما الخوف من المستقبل، ربما الرغبة في استمرار التنمية، ربما أيضا الرغبة في استمرار الاستقرار الذي تشهده مصر
حتى هذه اللحظة. ربما تشاهد من خلف يعني الأعداد تتزايد لحظة بعد لحظة في المملكة العربية السعودية وفي مدينة الرياض تحديدا اللجنة الرئيسية. الفئات مختلفة أيضا من محافظات مختلفة. شاهدنا أيضا الروابط الرياضية الأهلي والزمالك الذين أتوا بالأعلام الكبيرة لي يعني تحفيز المشاركين وتحفيز أبناء الجالية للمشاركة في العملية الانتخابية. هو على أي حال الأهلي لديه استحقاق جمال فيما يخص المشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية، لكن على أي حال وأنت تشير إلى كثافة الأعداد سواء كانت تلك التي التقطت من جانبك صباح هذا اليوم أو على مدار المتابعة معك على الهواء مباشرة، كثافة الأعداد وزيادتها تقود أيضا إلى الحديث عن حجم الدعم البشري التقني اللوجستي الذي يتعين على السفارة أن تتيحه كذلك تماشيا مع زيادة أعداد وكثافة أعداد المصوتين. كيف رصدت هذه الصورة على مستوى استعدادات السفارة؟ بالفعل الاستعدادات التي بدأت منذ يعني أيام قبل العملية الانتخابية كان هناك فرق تنظيمية تم تكوينها من قبل السفارة المصرية بالتعاون مع أبناء الجالية ورموزها الذين يقفون منذ الساعات الأولى حتى انتهاء اللجان وغلق اللجان، ويعني تم تشكيل اللجان إلى فرق ميدانية معظمهم يقوم بتحميل الحافلات في مناطق المختلفة، بالإضافة أيضا إلى البعض يقف أمام اللجان وأمام أبواب السفارة المصرية لإرشاد وتوجيه الناخبين من آلية الدخول وأيضا البوابات الأمنية، بالإضافة أيضا إلى وجود عدد منهم في مساعدة من يحتاج المساعدة. بالجانب أيضا هناك غرفة خاصة للاستعلامات لمن يريد أن يستفسر عن أي معلومة وتواجد فيها عدد من الموظفين يتناوبون لحظة بعد لحظة. عدد من الأجهزة أيضا الإلكترونية التي يتم تجهيزها ويتم توفيرها لأبناء الجالية المصرية الذين يأتون إلى مقر انعقاد الانتخابات هنا، بالإضافة إلى جانب وجزء مهم جدا في الساحة الخارجية لتسهيل على الأطفال وتسهيل على الأسر الذين يأتون إلى هذا. بعض الأسر التي تأتي إلى هنا تأتي في حالة نزهة، حابين يعيشوا أجواء مصر، يشوفوا أجواء مصر. هناك أيضا أصدقاء من مدن ومن أماكن مختلفة يأتون للقاء في مثل هذه المحافل وفي مثل هذا الكرنفال الكبير الذي تشهده مصر والسفارات المصرية في الخارج. هناك أجزاء ويعني أقسام مخصصة إلى البنوك المصرية التي تعمل هنا في المملكة العربية السعودية، بالإضافة أيضا إلى شركات ومراكز طبية سعودية تقدم خدمات طبية مجانية إلى أبناء الجالية المصرية. ربما شاهدنا أمس كان هناك عدد من هذه الخدمات والإسعافات الأولية التي تم تقديمها لعدد من أبناء الجالية الذين يعني أصيبوا بحالة من الإجهاد نتيجة طبعا المجهود الكبير الذي قاموا به من هتافات طوال اليوم والوقوف أيضا والسفر لساعات طويلة. حدثت هناك عدد من الحالات الصحية التي تم التدخل فيها من قبل هذه المراكز الطبية، وتم نقل أحد الشباب المصريين الذين يعني أصيبوا بهبوط في وقت سابق إلى عبر الإسعاف السعودي. هناك تجهيزات أيضا بالتنسيق مع الداخلية السعودية لتسهيل حركة مرور ودخول المصريين إلى مدينة الرياض وإلى حي السفارات. حجم الاستعدادات بحجم الجالية أيضا الموجودة واحدة من بين أكبر الجاليات المصرية الموجودة في الخارج في المملكة العربية السعودية. جمال الوصيف مراسلنا على الهواء مباشرة من مقر لجنة فرعية لأداء المصريين لتصويتهم في الانتخابات الرئاسية في العاصمة السعودية الرياض. أشكرك شكرا جزيلا. في المنام الآن ستكون معنا مراسلتنا هند كرم لتطلعنا أيضا على الصورة حيث هي في ثاني أيام تصويت المصريين في الخارج. هند، كيف بدت الصورة لديك وهل اقتصر تصويت المصريين على المصريين المقيمين في البحرين أم للمقيمين في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية أيضا حصة في التوجه إلى المنام لعلها تكون أقرب مركز تصويت لهم؟ نعم أحمد، كما ذكرت أن اليوم هو اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية في مقر اللجنة الفرعية السفارة المصرية في مملكة البحرين. توافد الناخبين أمانة حتى الآن ربما تظهر الصورة من خلفي توافد كبير جدا منذ الصباح من 9 صباحا وحتى الآن، ربما انتصف اليوم الانتخابي بشكل كبير، وذلك مرده إلى أن اليوم هو يوم عطلة أسبوعية بالفعل، ولكن هناك العديد من القطاعات الخاصة التي تعمل، فهناك عديد من الجالية التي عادت من دوامها الخاص وانتهت من أعمالها، فبالتالي بالفعل أحمد منذ يوم أمس توافد المصريين المنطقة الشرقية في مدينتي الخبر بالمملكة العربية
السعودية. هند أنا سأعود إليك، سيحاول الزملاء أن يعيدوا الاتصال من جديد لأننا نعاني مشكلة في أن يصل الصوت بصورة واضحة. سيكون لنا عودة معك، وأنا يعني توقفت معك فيما كنت تقولينه الذي بالكاد سمعناه حول ذهاب بعض المواطنين المصريين من المنطقة الشرقية وتحديدا من بعض مدن هذه المنطقة للتوجه إلى العاصمة البحرينية المنامة لعلها تمثل النقطة الأقرب لهم لأداء واجبهم التصويتي، لكن هذا أيضا جانب مما نتابعه في هذه الصور، الحاجز الخشبي الموجود لكي يتسنى لكل ناخب لكل مصوت أن يتوجه خلف هذا الساتر الخشبي دون موجه دون رقيب أن يؤدي صوته بالقدر الأكبر من الاستقلالية، ثم يتوجه مباشرة إلى هذا الصندوق لأداء صوته الانتخابي في انتخابات الرئاسة. هند كانت تشير معنا قبل قليل إلى أن هذا اليوم يصادف يوم عطلة أسبوعية صحيح في العاصمة البحرينية المنامة، لكنه أيضا يحظى بتشغيل في بعض القطاعات، وهذا ربما يجعل من بعض المصريين المشتغلين في هذه القطاعات أن يؤثروا العودة ربما مساء أو في بعض الأوقات التي قد تكون متأخرة من هذا اليوم لأداء واجبهم. والإشارة هنا أيضا تجدر إلى أن التصويت كان مرعيا أن يوزع على 3 أيام ليتيسر الأمر للسواد الأعظم من المصريين في مختلف دول العالم في 121 دولة ب 137 لجنة فرعية موزعة في هذه الدول لأداء واجبهم في الانتخابات الرئاسية. نتحول الآن لنتابع معا المؤتمر الصحفي المشترك للهلال الأحمر المصري والكويتي تماشيا مع الخطوات المتخذة لتدشين المستشفى الميداني الكويتي في قطاع غزة. في داخل غزة بالقرب مستشفى الأمل، وطبعا وقعنا عقد مع جمعية الهلال الأحمر المصري بكلفة حوالي 2 مليون دولار، وسنتعاون معهم إن شاء الله في موضوع هذا المستشفى، ونتمنى طبعا الرحمة لشهداء غزة الذي نرى طبعا القصف اليومي إليهم، وكذلك بالنسبة للجرحى نتمنى لهم الشفاء، وهذا طبعا جزء بسيط من مساهمة جمعية الهلال الأحمر الكويتي في لنصرة إخواننا في غزة. كلمة شكر أخيرة لإخواننا وجمعية الهلال الأحمر المصري ولكم كإعلاميين، شكرا. تمام كده؟ تابعنا أيضا مع حضراتكم هذا الجانب من المؤتمر الصحفي المشترك لممثلي الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الكويتي لبحث التنسيق المشترك الذي يتم والذي هو جاري في هذه اللحظات بين الجمعيتين الهلال الأحمر الكويتي مع الهلال الأحمر المصري للنظر في تدشين المستشفى الميداني الكويتي في قطاع غزة، أخذا في الاعتبار حجم الدمار الهائل والإصابات الكبيرة التي تعرض لها السكان المدنيون في قطاع غزة بحكم العدوان الإسرائيلي الذي أطلق على سكان القطاع في السابع من شهر أكتوبر. وسيكون لنا بطبيعة الحال وقفات متتالية مع هذا الحدث اتساقا مع عودة العدوان الإسرائيلي بعد 7 أيام من الهدنة أو الهدن الإنسانية التي جرى تجديدها لكنها اخترقت في نهاية المطاف بعد 7 أيام من الهدن الإنسانية المتتالية. نعود من جديد لننظر سويا في تصويت المصريين في الخارج، توقفنا مع عدد من الدول العربية والأوروبية، الآن سنعود من جديد إلى أوروبا هذه المرة من العاصمة الإسبانية مدريد. شيماء بكر مراسلتنا تنضم إلينا على الهواء مباشرة لتطلعنا على الصورة حيث هي، كيف يصوت المصريون في ثاني أيام تصويتهم في العاصمة الإسبانية. شيماء تحياتي لك أحمد وتحياتي للسادة المشاهدين. بالفعل انطلقت أيام انتخابات الرئاسة 2024 في يومها الثاني بالعاصمة الإسبانية مدريد بالسفارة المصرية، مع افتتاح السفارة المصرية أبوابها مع 9 صباحا
كان هناك عدد كبير جدا من الشباب الذي أتوا من عدد من المدن الإسبانية خارج العاصمة مدريد للإدلاء بأصواتهم، كما هو المتعارف أن السبت والأحد هما أيام أجازات، وبالتالي كان هناك توافد كبير جدا من الأسر المصرية وعدد من الشباب. الملاحظ أحمد أن المشاركين هم من شباب الجامعات الدارسين هنا في إسبانيا، والذين أكدوا على حرصهم بالمشاركة في والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وأنه يعني حدث من المهم أن يقوم به. هو الصورة التي أمددتنا بها شيماء قبل هذا الظهور لك على الهواء مباشرة تفصح عن ما تقولينه تماما، الجانب الأكبر من الذين اصطفوا أمام مقر هذه اللجنة في مدريد، الجانب الأكبر منهم من الشباب والمصوتون حتى في اللقطات التي نتابعها أيضا هم من المنتمين لهذه الفئة لعلهم كما أشرت من الدارسين في الجامعات الإسبانية المختلفة. تفضلي شيماء. بالفعل أحمد، أيضا نحن في انتظار عدد من اثنين من الحافلتين القادمتين من مدينة برشلونة من مقاطعة كاتالونيا وأخرى من الشمال الأسباني، أيضا هم شباب سيأتون للإدلاء بأصواتهم، والذين قامت السفارة المصرية في مدريد مشكورة بمساعدتهم بتقديم هذه الحافلات وتقديم بعض الإجراءات لتسهيل عملية الانتخاب لهم. أيضا كان هناك بعض من الرموز الدينية والسياسية التي صممت على التواجد في السفارة المصرية بمدريد، منهم الأنبا مرقس، أنبا الكنيسة، العضواء مريم ببرشلونة، أيضا إمام مسجد القلعة دي ناريس، وهو مبعوث الأزهر الشريف في إسبانيا. أيضا هناك كانت مجموعة كبيرة جدا من كبار السن والمصريين المقيمين في مدريد للتواجد بأول يوم من أيام الأجازات الرسمية في أوروبا. أخيرا شيماء، أين يتركز الجانب الأكبر من المصريين في إسبانيا في العاصمة وفي بعض المدن أو ضواحي مدريد، أم هناك مدن أيضا أبعد من العاصمة الإسبانية تحظى بوجود مصري وازن فيها؟ أكبر عدد من الجالية المصرية، وهي الجالية التي يعني نقول أنها المسجلة في السفارة المصرية وعددها 4000 مصري في مقاطعة كاتالونيا ببرشلونة وفي الشمال الأسباني، والذين أكدوا على تواجدهم اليوم وغدا للاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية 2024. أيضا هناك كان السفير المصري يوسف الكاوي المتواجد من اللحظات الأولى منذ افتتاح الصناديق، جميع العاملين بالسفارة المصرية لتقديم التسهيلات والإجراءات للمصريين القادمين لعملية الاقتراع. شيماء بكر مراسلتنا على الهواء مباشرة من مقر السفارة المصرية في العاصمة الإسبانية مدريد، أشكرك شكرا جزيلا. بالطبع سيكون لنا عودة معك على مدار ساعات هذا اليوم وحتى 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدريد، شكرا جزيلا لك. عربيا هذه المرة إلى مدينة دبي في دولة الإمارات، هدير صبري مراسلتنا تنضم إلينا على الهواء مباشرة لتنقل لنا الصورة في ثاني أيام التصويت، وهو اليوم المصادف يوم عطلة في نهاية الأسبوع. هدير، كيف تنقل لنا الصورة؟ مرحبا بك. بالفعل اليوم هو عطلة، ولكن ليس اليوم، هو يوم وغد وبعد غد، وهذا طبعا بسبب الاحتفالات التي تشهدها دولة الإمارات. هو العيد الوطني الاتحادي 52، فبالتالي هذه فرصة عظيمة لكل المصريين في الإمارات سواء في أبو ظبي ومنطقة الظفرة والعين، وأيضا الإمارات الشمالية المتمثلة في إمارة الفجيرة والعين والشرقة وأيضا إمارة دبي، أن ينزلوا إلى أماكن الاقتراع المخصصة للعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في سواء في القنصلية المصرية التي أنا متواجدة بها الآن في دبي أو حتى في السفارة المصرية في أبو ظبي. طبعا إذا كنا نتحدث عن العملية الانتخابية والمشاركة الفاعلة اليوم، وهو اليوم الثاني للتصويت،
الأمس كانت يعني المشاركة أو التصويت كان إلى حد ما معتدل، لكن اليوم جميع المصريين وهناك أعداد غفيرة نزلت اليوم وحتى هذه الساعة، يعني الساعة الآن في الإمارات الرابعة، فيعني حتى الآن هناك صندوقين اقتراعيين تم تغييرهم، يعني فهذا يدل على توافد حشود كبيرة من المصريين والنزول إلى أماكن الاقتراع في إمارة دبي. إذا كنا نتحدث أيضا عن يعني زيارة المسؤولين المصريين المتواجدين هنا في إمارة دبي، طبعا لأنه يعني الإمارات بتشهد مؤتمر الأطراف كوب 28، فحضر منذ قليل النائب البرلماني محمد أبو العينين وأيضا رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ النائب محمود حسين، وأيضا هو رئيس يعني اتحاد الجاليات المصرية في الخارج، فكانوا متواجدين هنا في لجنة دبي وكانوا حريصين طبعا على الإدلاء بأصواتهم لأنهم غير متواجدين في مصر، فيحق لأي مصري أنه يتواجد في القنصليات في الخارج للإدلاء بصوته، خاصة أنه سيظل في هنا في الإمارات لفترة طويلة، فيحق له التصويت، وأيضا هم طبعا شخصيات مصرية برلمانية بارزة، فطبعا كانوا بيتابعوا سير العملية الانتخابية هنا في إمارة دبي وبالأحرى داخل القنصلية المصرية في دبي. إذا أيضا كنا نتحدث عن أطياف الشعب المصري، فهناك الصغير وهناك الكبير وهناك الطفل وهناك الرضيع وهناك السيدات وهناك الرجال، ويعني كافة أطياف الشعب المصري يعني اليوم حضروا حتى هذه الساعة إلى مقر اللجنة في دبي، طبعا بالتأكيد للمشاركة في هذه العملية الانتخابية الهامة والتي تشهدها الدول العربية وأيضا دول العالم كافة. يعني طبعا الساعات القليلة القادمة يعني سنتعرف على مزيد من التفاصيل حول مشاركة المصريين في الخارج وأيضا مشاركة المصريين داخل إمارة دبي، حيث أن إمارة دبي أيضا بها قنصلية، ولكن أيضا القنصلية بتغطي دبي والمنطقة أو الإمارات الشمالية. هدير، قد تبقى البواعث الوطنية أو البعث الوطني هو المظلة الجامعة التي يتحرك على أساسها كل المصوتين في الخارج، لكن ماذا عن بواعث هذه المرة، بواعث التحرك بالنسبة للمصريين؟ وأنت أشرت إلى ملاحظة تبدو مهمة للغاية، أن صندوقين تقريبا امتلأا واكتملا تماما وجرى استبدالهما من جانب المسؤولين في السفارة لديك. أي البواعث التي يبدو أنها حركت المصريين في دولة الإمارات هذه المرة؟ دعني أذكر لحضرتك نقطة هامة، وبما أن أنا واحدة من المغتربين خارج الدولة المصرية لفترة، المصري عندما يتواجد خارج مصر ويرجع مرة أخرى يجد تطور في مناحي كثيرة جدا، ومنها النهضة والتطور الكبير التي شهدته مصر في الأعوام الماضية والسنتين الماضيتين، ف بيشعر المصري بطبيعة الحال إلى الفخر لهذا التطور وهذه التطورات التي بتواكب دول العالم وأيضا بتواكب الدول العربية المتقدمة. نحن لسنا أقل من أي أحد، ولكن مصر هي الرائدة في كل شيء، وأيضا مصر يعني بتزدهر وبتتطور وبتتألق في كافة المناحي، فبالتأكيد يعني ما يشاهده المواطن المصري عندما ينزل أجازة سنوية أو حتى أجازات متتالية إلى مصر، فبالتأكيد بيرى العديد من التطورات التي تشهدها الدولة المصرية في كافة محافظات مصر، فهذا يدعو المصري إلى النزول إلى أماكن الاقتراع، لأنه مصدق حقيقة أن مصر بتتطور، فهذا هو دافع حقيقي للاستمرار في مسيرة التطور والنهوض التي بتشهدها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبالتأكيد في السنوات القادمة. هدير صبري، مراسلتنا على الهواء مباشرة من المقر القنصلية المصرية في مدينة دبي في دولة الإمارات، شكرا جزيلا لك. من المنطقة العربية نعود من جديد إلى أوروبا، هذه المرة من العاصمة الأيرلندية دبلن، أحمد صبح مراسلنا ينضم إلينا أيضا ليطلعنا على جانب من الصورة حيث رصدها في ثاني أيام تصويت المصريين في الخارج في العاصمة الأيرلندية. أحمد، كيف بدت الصورة؟
نعم أحمد، لليوم الثاني على التوالي يتواصل التصويت هنا في مقر السفارة المصرية في العاصمة الأيرلندية دبلن. هناك عائلات بأكملها جاءت للتصويت. اللافت في هذا التصويت أحمد كمية وحجم الحماسة والحب والاهتمام من الناخب المصري لما يجري في أرض الوطن وفي المنطقة المحيطة، الاهتمام الكبير بالأمن القومي المصري. أحد الناخبين الشبان الذي جاء برفقة شقيقتيه ووالده، عندما سألته أنت تعيش هنا وربما ولدت هنا، ما الذي يجعلك تصر على التصويت؟ قال أنا أعيش في هذا البلد، أدرس وأعمل فيه ومهتم بكل ما يجري هنا في هذا المجتمع، ولكن أنا أنتمي إلى بلد آخر، أنتمي إلى مجتمع آخر. باللغة العامية، باللهجة العامية، قال هناك أهلي وناسي. والده الذي أيضا حضر معه قال شيئا لافتا: نحن نهتم لما يجري في المنطقة، نحن نهتم بالأمن القومي لمصر. قال أنا جئت هنا لأصوت لمن سيحمي مصر، لم أسأله لمن ستصوت من المرشحين، ولكن هو قال أنا جئت هنا لأصوت لمن يحمي مصر. اهتمام شديد من قبل الناخبين. البعض من الشبان ربما الذين لا يتكلمون العربية بطلاقة، هم أقرب إلى الأكسنت واللهجات التي يستخدمونها حاليا، ولكن حجم الحب، حجم الحماسة، حجم الاهتمام الكبير لما يجري في مصر، لهذا البلد الذي يتطور وينجح ويزدهر، كل ذلك رصدناه من خلال هؤلاء المقترعين الذين جاءوا في يوم العطلة في هذا السبت. وهذا الجو القارص فعلا، درجة الحرارة أحمد هبطت هنا إلى ما دون الصفر، البرد شديد، وربما الشوارع هنا خالية من الناس في هذا اليوم، يوم العطلة، ولكن هناك حشود كبيرة، تجمعات كبيرة، الأسر بأكملها تأتي هنا لتصوت في هذا اليوم الثاني ومن الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية هنا في دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا. صورة راقية للغاية بهذا العرض القصصي الذي قدمته أحمد صبح مراسلنا من العاصمة الأيرلندية دبلن. سيكون لنا عودة معك بطبيعة الحال ومع جميع الزملاء. شكرا جزيلا لك حتى الساعة مراسلنا أحمد صبح من العاصمة الأيرلندية دبلن. نعود من جديد إلى المنامة حيث تنضم إلينا من جديد مراسلتنا هند كرم التي كنا قد توقفنا عند مسألة ذهاب بعض المصريين المقيمين خارج حدود المملكة البحرينية تحديدا في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية لأداء التصويت. هند. نعم أحمد، اليوم يمكن أن نصف المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للانتخابات من المنامة بأنه يوم شباب بامتياز. عدد كبير جدا من الشباب المصريين الذين أتوا مع عائلاتهم لأنهم ربما للمرة الأولى التي يجلون بأصواتهم في أي استحقاق انتخابي، كانت لديهم حالة كبيرة من الوعي أمانة والمسؤولية وحث من ذويهم ومن أهلهم على ضرورة تحمل هذه المسؤولية السياسية والوطنية والمشاركة بأصواتهم. شاهدنا مشاعر ممتزجة ما بين مشاعر فرح ومشاعر حزن عندما يسأل الناخبون عن الأسباب التي تدفعهم للتصويت في الانتخابات رغم بعدهم عن البلاد، وربما الكثير منهم حاصل على الجنسية البحرينية أو ربما أقام لمدة طويلة جدا من الزمن. كانت إجابتهم مهما اختلفت ولكن واحدة، وهي عندما تحتاج مصر أبنائها في أي دور وطني أو انتخابات، نحن دائما جاهزون وحاضرون لتأدية هذا الواجب وهذه المهمة التي نعتبرها تشريفا وليست تكليفا.
الإجراءات هنا في مقر اللجنة الفرعية بالمنامة تسير بشكل منضبط وسهل جدا بالنسبة للناخبين. الجميع يأتي ويبرز بطاقة الهوية أو جواز السفر المصري المميكن. طبعا لاحظنا أن بعض الناخبين وهي حالات قليلة جدا كان لديهم تصور بأن نسخة من البطاقة القومية ربما تغنيهم عن الإدلاء بأصواتهم في حال عدم توفر البطاقة أو جواز السفر، ولكن كان رد اللجنة واضحا وحاسما بأنه يجب إبراز الهوية بشكل شخصي للتحقق منها. أيضا السيدات المنتقبات كان يتم أخذهن إلى غرفة خاصة للتحقق من هويتهم بكل احترام وبكل تيسير. جميع الناخبين هنا في مقر السفارة البحرينية في المنامة سعداء بالإجراءات الميسرة، وأيضا شاهدنا الحالات لن نقول عنها الحالات الحرجة، ولكن بعض كبار السن وذوي الحالات الصحية الصعبة أيضا كانوا حريصين كل الحرص على الإتيان والمشاركة رغم كل هذه الظروف. شكرا جزيلا لك هند. تفضلي هند، لو كان هناك إضافة أخيرة تفضلي. نعم، لمسنا من بعض الناخبين بعض المشاعر التي كانوا يحسون بها الناخبين المصريين الموجودين هنا في مملكة البحرين، خاصة بعد اليوم الأول الذي كان إلى حد ما هادئا على مدار اليوم. اليوم نسبة الاقبال والتوافد كبيرة بشكل ملحوظ مقارنة بالأمس، ونحن الآن في منتصف اليوم الانتخابي، وكما ذكرنا في لقاءات سابقة بأننا فعلا توقعنا بحكم التجارب السابقة بأن تكون نسبة الكثافة أكبر في الفترة المسائية وقبل إغلاق الصندوق. لاحظنا أيضا أن المواطنين هنا في مملكة البحرين وهم ذوي طبيعة خاصة بأنهم عادة يعني ربما لا يلتقون ببعضهم البعض، ولكن كانت مناسبة الانتخابات فرصة للقاء، فكان أشبه بلقاء عائلي هنا في مقر السفارة التي بالطبع يعني برئاسة معالي السفيرة ريهام خليل. كل شيء يجري بكل انضباط، وسعادة السفيرة أمانة يعني توجه جميع العاملين هنا في السفارة بشكل ودي وبشكل مقرب جدا، وخاصة أنها للتو تسلمت مهامها في فترة عمل جديدة في مقر السفارة المصرية، فاختلطت جميع المشاعر بالنسبة للناخبين ما بين تهنئة لسعادتها بالمنصب الجديد وأيضا بالانتخابات المصرية. بعد تداول الصور والأخبار للمصريين في الخارج يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجد أن عدد كبير من الناخبين تشجع للإتيان والإدلاء بأصواتهم بشكل أكبر، ونتوقع أيضا الزيادة في الفترة المسائية كما ذكرت. وغدا بالنسبة لنا نحن عكس ربما الدول الأوروبية والسفارات والقنصليات، غدا هو يوم عمل في القطاعين العام والخاص، فربما تخفت إلى حد ما نسبة المشاركة ولكن لا تزال قائمة. أحمد، شكرا جزيلا لك هند كرم، مراسلتنا من العاصمة البحرينية المنامة، كنت معنا من مقر السفارة المصرية في المنامة، وهذا جانب من هذه اللقطات كما كانت تشير هند ويشير مراسلونا جميعا عن الذهاب بمختلف الفئات للسيدات للرجال لكبار السن للعجائز، متع الله الجميع بالصحة والعافية، للموظفين للكبار للشباب حتى للأطفال أو لمن هم دون السن القانونية المناسبة لأداء التصويت أو المرخص لهم بأداء التصويت، الذهاب يكون باعتبار أن شيئا ما يمس الوتر العاطفي لمصر، يتعين على الجميع أن يقف محتشدا متقد المشاعر يقظا للغاية، لأن هذا جزء من الأعباء الوطنية التي على الجميع أن يحمل بها، وبالتالي لا مجال للوقوف فقط عند حدود أن التصويت يذهب لمن هم عند السن القانونية أو للذين سيذهبون للإداء بأصواتهم، وإنما التعامل مع الأمر باعتباره
محفلا وطنيا. شكرا جزيلا لهند ولمراسلين الذين كانوا معنا. وهذه جانب صورة من صور المنامة. نحن سنحاول أن نتابع أيضا ما تبقى مع مراسلين إن كان هناك متسع، لكننا سننهي هذه الجولة عند العاصمة الجزائرية مع ابتسام شواش مراسلتنا من العاصمة الجزائر. ابتسام، كيف بدأ تصويت المصريين في ثاني أيام تصويتهم حيث أنت في العاصمة؟ إن المتواجدة دائما في سفارة مصر بالجزائر العاصمة ثاني أيام التصويت شهدت إقبالا للجالية المصرية هنا، وننتظر توافد مصريين آخرين. الأمور التنظيم تسير في أفضل الأحوال، الأمور صعب الدقيقة أو الثواني المعدودة نظرا للتنظيم الموجود من قبل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية. طبعا مجموعة من المصريين تنقلت من مختلف المحافظات الجزائرية البعيدة، بما أنه السفارة كانت قد كلمت معظم أفراد الجالية لتنقل بقوة إلى مقر السفارة، حيث لا توجد قنصليات أخرى تتنقل لها الجالية المصرية المقيمة هنا بالجزائر، وهي مطالبة بالتواجد في السفارة لإجراء العملية الانتخابية. طبعا في الساعات الأولى سجلنا توافد بعض الناخبين، وننتظر وصول أفراد من الجالية خلال الساعات القليلة المقبلة. ابتسام شواش مراسلتنا من العاصمة الجزائرية كنت معنا، أشكرك شكرا جزيلا. وبالطبع أنت كما كل الزملاء سيكون لنا عودة متتالية على مدار ساعات هذا اليوم لتسليط الضوء على ثاني أيام تصويت المصريين في الخارج. كما أشرنا 121 دولة تضم 137 لجنة فرعية تستقبل المواطنين المصريين المرخص لهم بالتصويت من حملة بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر السارية، سواء كانوا من بين المقيمين في هذه الدول والوجهات الأجنبية أو كانوا من بين العابرين الذين تصادف مرورهم في أيام تصويت المصريين بالخارج الأيام الثلاثة التي نشير إلى أن هذا اليوم هو ثاني أيامها، بينما الغد سيكون اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين في انتخابات الرئاسة بالنسبة للمقيمين والعابرين بدول الخارج. We'll be right back.
الآن نعود من جديد لنتابع مع حضراتكم هذه الصورة كما تريدون الآن، النوافذ الأربعة التي توزع عبر شاشتنا، نتابع من خلالها متابعة حملات المرشحين الأربعة في انتخابات الرئاسة المصرية، حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، المرشح حازم عمر، وكذلك المرشح فريد زهران، يتابعون في غرف عملياتهم هذه المتابعة لتصويت المصريين في الخارج في ثاني أيام تصويتهم، وبالطبع لهم متابعات مستمرة للتعرف على سير هذه الانتخابات، على كثافة التصويت، على اتجاهات المصوتين ربما إذا كان ذلك متاحا تبعا لحالات المتابعة التي يقومون بها مع مسؤولي حملاتهم في هذه الدول، إن كان لهم مسؤولون مباشرون فيها، أو على الأقل التعرف مع جانب من أعضاء الجاليات المصرية المقيمة في الخارج من التي توجهت لأداء واجبهم وحقهم والتزامهم الدستوري للتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية في ثاني أيام تصويت المصريين في الخارج. ختام هذه الساعة دقائق قليلة، ونعود من جديد لنلتقي في ساعة جديدة نسلط فيها الضوء على جديد وآخر التطورات التي نتابعها مع حضراتكم.